آلام الكلى، آلام الكلى من أكتر الآلام المجرحة اللي ممكن يتعرض ليها الإنسان، وطبعا اللي مر بتجربة قبل كده سواء كان بسبب حصوات أو التهابات في الكلى عارف قد إيه هي موجعة جدا وبتكون مؤلمة جدا وتجربة سيئة جدا لأي حد مر بيها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حصوات الكلى وأحد أكبر مسببات لآلام الكلى وأشهرها. هنتكلم عن إزاي تتكون الحصوات، ليه بتتكون، ليه بعض الناس عندها قابلية لتكوين الحصوات في أجسامها وبعض الناس لأ ما بتتكونهمش حصوات حتى لو كانوا بياكلوا نفس الوجبات ونفس الحاجات بالظبط. بعض الناس بيكون عندها قابلية لتكوين الحصوات وبعضها لا. هنعرف كمان ازاي نقدر نمنع تكوين الحصوات دي بحاجات طبيعية جدا موجودة في كل بيت، وحاجات كمان طبيعية تعالج الحصوات وتساعد على نزولها وتفتتها. هنعرف اسباب العلاج، التحاليل الطبية المطلوبة وهنشرحها، وهنشرح كمان نروح لدكتور ايه لو حسينا بأي آلام. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون مفيد جدا بالنسبه لكم، اتمنى ان انتم تتابعوه للاخر. بس قبل ما ابدا الفيديو اتمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو علشان يقدر اكبر عدد من الناس تشوفه، كمان شاركوه مع كل اصحابكم كل الجروبات اللي انتم مشتركين فيها علشان تعم الفائده. انا دينا سليمان واهلا بكم في مجتمع. اولا تكوين الحصوه، الحصوه عباره عن ترسبات املاح، يعني املاح بتنزل مع البول عن طريق المواد الغذائيه اللي بناكلها، بتبدا تترسب من كميه صغيره جدا لاكبر لاكبر وتتكون فوق بعضها من حصوه صغيره الى حصوه كبيره. اسباب تكوين الاملاح دي او السبب الرئيسي ان البول بيكون مركز، يعني الشخص ما بيشربش كميه كبيره من الميه فبالتالي بيكون البول مركز كميه الاملاح فيه كتير فيبدا يرسب الاملاح دي فوق بعضها كان في الكلى في الحالب او في المثانه او في اي جزء من الجهاز التناسلي. بتبدا الحصوه دي تتحرك مسببه الام شديده جدا، بتسبب كمان نزول الدم معاها لانها بتجرح في الاماكن اللي هي بتتحرك فيها، كمان ممكن تسبب وجود صديد لان الجسم يبدا شايفها جسم غريب فيبدا يكون حواليها صديد علشان يهاجمها ويحاول يحللها، فالصديد ده ممكن ينزل مع البول. كمان ممكن تعمل التهابات شديدة وأماكن الجروح دي تعمل زي عدوى أو مشكلة في الكلى. طيب ايه هي اسباب تكوين الحصوات؟ غالبا السبب هو عباره عن استعداد الجسم لتكوين الحصوات. ايوه فعلا في بعض الاجسام بيبقى عندها استعداد وراثي لتكوين الحصوه وبعضها لا، بمعنى انه لو الشخص ده والده او والدته او اهله عندهم تاريخ مرضي لتكوين الحصوات بيكون جسمه على استعداد انه يكون الحصوات. بعض الاشخاص ما بيكونش السبب هو الوراثه لكن ممكن يكون السبب حاجات تانيه زي ما قلت قله شرب الميه، لان الميه مهمه جدا 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 في غسيل الكلى من الاملاح ومن السموم اللي موجوده فيها. كمان بعض الادويه اللي ممكن تسبب زياده في حموضه البول لان البول له نسبه بي اتش معينه او حموضيه معينه، لو زادت الحموضيه دي بيكون البول فيه نسبه الاملاح او الاملاح المتكونه فيه اكبر من الطبيعي فبالتالي فرصه تكوين الحصوات فيه اكبر. حاجات تانية مثلا زي بعض الأكلات اللي بتحتوي على الأملاح زي مثلا السبانخ والطماطم واللحوم الحمراء البقوليات والشوكولاتة الغامقة وبعض الفواكه زي المانجا مثلا والمشمش والفراولة، كل دي حاجات ممكن يكون فيها نسبة أملاح لما تتاكل بكميات كبيرة بتسبب ترسيب الأملاح دي في الكلى وبالتالي ممكن تكون سبب في حدوث الحصوات. كمان الإصابة ببعض الأمراض زي مرض النقرس مثلا واللي عبارة عن أملاح اليوريك أسيد أو أملاح حمض اليوريك اللي موجود في الدم وبيزيد نسبته في الدم وبالتالي يبدأ تحاول الجسم إنه يخلصه من الكلى. فأملاح اليوريك أسيد دي أملاح كريستالات كبيرة في الحجم، لما بنشوفها تحت الميكروسكوب بيبقى ليها شكل معين هوريلكوا شكلها دلوقتي. الأملاح دي لما بتترسب مع بعض بتكون مؤلمة جدا واللي بتكون سبب في تكوين أحد أنواع الحصوات في الكلى. أنواع الحصوات زي ما قلنا مختلفة، ممكن تكون أو حصوات أوكسالات وحصوات يوريك أسيد، حصوات حسب نوع الأملاح، وفي حصوات كمان بتكون مختلطة يعني أكثر من نوع من الأملاح اتجمعوا مع بعض وكونوا الحصوة. طبعا بيتم معرفة نوع الحصوة عن طريق تحليلها بعد نزولها في البول أو بعد إخراجها من الجسم عن طريق العملية الجراحية اللي هنتكلم عنه قدام شوية إن شاء الله. ممكن كمان أمراض الغدة الجردرقية أو زيادة نشاطها يسبب تكوين الحصوات، لأن الغدة الجردرقية اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو منفصل وقلنا إن زيادة نشاطها بيسبب زيادة في نسبة الكالسيوم في الدم، وبالتالي أي حاجة نسبتها أعلى من المعدل الطبيعي في الدم بتبدأ الجسم أو بيبدأ الجسم يخلص منها عن طريق حاجتين الكلى والكبد،
فطبعا الكالسيوم بينزل عن طريق الكلى ويتجمع لان نسبته عاليه، فبيتجمع ويكون حصوات الكالسيوم واللي بيكون سببها غير مباشر بقى، مش سببها املاح ولا حاجه، هو سببها وجود مشكله في الغده الجرثقيه، وهنتكلم عنه ازاي نعالجها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الجزء بتاع العلاج. طيب اعرف ازاي ان انا ممكن يكون عندي حصوه؟ اول حاجه الالام اللي موجوده في اسفل الظهر، في جانبي اسفل الظهر طبعا مكان تواجد الكلى، ممكن يكون الالام دي في اسفل البطن لو كانت الحصوه في المثانه او في الحالبين، كمان تغير لون البول للون الوردي او لون الاحمر دليل على نزول دم مع البول، طبعا احنا مش هنشوفه دم لكن هنشوف لون البول محمر شويه، طبعا لما بنوديه المعمل ونفحصه بنجد فيه كميه ار بي سيز كتيره هنتكلم عنه ان شاء الله في التحاليل، كمان لو اللون البول عكر يعني مش رايق، اللون الطبيعي للبول بيكون كلير او رائق، لكن لو البول عكر ده دليل على ان فيه صديد، والصديد ده دليل على وجود مشكلة في البول، وممكن تكون المشكلة دي هي الحصوة. كمان من الاعراض حرقان البول، تقطع البول او عدم التبول، لان الحصوات ممكن تبقى موجوده في الحالب مثلا فتمنع نزول البول من الكلى، فبالتالي ممكن تسبب انقطاع في البول، تكرار التبول، الحرقان زي ما قلنا، كل دي اعراض تشير الى وجود حصوه في الكلى. في بعض الحالات ممكن يكون في حمى ورعشه في الجسم، والرعشه دي بتكون بسبب وجود التهابات في الكلى، الالتهابات دي ممكن تكون بسبب الحصوه واللي سببت الحمى والرعشه وارتفاع في درجه الحراره. طيب لو انا حسيت باي حاجه من الاعراض دي، وغالبا بيكون عندي تاريخ مرضي لتكوين الحصوات مثلا، او عندي حد في العيله بيتكون له حصوات كتير، اعمل ايه؟ اول حاجه هعمل تحليل بول. تحليل البول يفضل ان يكون في الصباح، اتكلمت عنه في فيديو برضو منفصل، كل الفيديوهات اللي اتكلمت عنها النهارده هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. تحليل البول هيبين لنا مؤشرات كده عن وجود الحصوات، زي مثلا البسلز او اللي هي الخلايا الصديديه لو موجوده بنسبه عاليه ده دليل على وجود حصوات، الار بي سيز او كرات الدم الحمراء برضو لو ارتفعت نسبتها دليل على وجود الحصوات. في مؤشر كمان اسمه الكاستس او الاسطوانات، الاسطوانات دي تبقى اجزاء من بطانه الجهاز التناسلي، فالاسطوانات دي ممكن تنزل بسبب الحصوه او بسبب الالتهابات اللي كونتها او اللي كانت بسببها الحصوه. كمان الكريستالز او الاملاح اللي موجوده بالاشكال دي، دي كلها كريستالز ممكن تكون جزء من الاملاح او جزء من الحصوات بتنزل في شكل الاملاح اللي اساسا مكونه الحصوه، او في حاجه اسمها امورفوس وده برضو نوع تاني من الاملاح اللي موجود في اللي بينزل في البول، يعني موجود في تحليل البول. من التحاليل كمان المهمه جدا تحليل وظائف الكلى، وظائف الكلى عشان نتاكد اذا كانت الحصوه اثرت على الكلى ولا لا، عملت مشاكل في الكلى او لا، بنعمل تحليل اسمه وظائف الكلى. التحليل ده بيضم ثلاث تحليلات مهمه اللي هي الكرياتينين، يوريك اسيد، واليوريا، الثلاثه دول مؤشر على وظائف الكلى وان الكلى بتعمل بشكل جيد، واهمهم هو الكرياتينين في الحاله دي، برضو مهم جدا اليوريك اسيد لان احنا زي ما قلنا اليوريك اسيد دي اللي هي املاح النقرس اللي لو زادت في الدم ممكن يكون مؤشر ان هي موجوده في الكلى وان هي سبب الحصوه. كمان تحليل الغده الجرثقيه لان احنا زي ما قلنا نشاط الغده الجرثقيه ممكن يكون سبب غير مباشر في تكوين الحصوه، لانه سبب في زياده نسبه الكالسيوم في الدم وبالتالي زياده نسبته او ترسيبه في الكلى. طيب لو انا شخص عندي استعداد لتكوين الحصوات في جسمي اعمل ايه؟ هل استنى لما تتكون الحصوه بعدين اعالجها؟ لا طبعا، هنهتم ببعض النقط اللي ممكن تساعد على فرص تكوين الحصوات، زي مثلا شرب الميه بكميه كبيره جدا، زي ما قلنا ان الميه بتغسل الكلى بتمنع اصلا يعني ترسيب اي كميه من الاملاح، فبالتالي بتمنع تكوين الحصوه من اساسه. كميه الميه المطلوبه مننا من حوالي لترين لثلاثه لتر. كمان نقلل من الاكلات الغنيه بالاملاح اللي اتكلمنا عنها قبل كده، ونقلل من اللحوم الحمراء لان فيها املاح النقرس عاليه او اليوريك اسيد عالي. كمان نقلل من المسكنات لان المسكنات زي الاسبرين مثلا دي بتزود حموضه الدم وبتزود حموضه البول، وزي ما قلت في الاول ان حموضه البول لما بتزيد يكون فرصه تكوين الحصوات اعلى من قلوية البول. وكمان ممكن نستخدم بعض الحاجات الطبيعية اللي بتقلل حموضة البول، زي مثلا ان احنا نستخدم عصير الليمون مثلا على كوباية مية 3 مرات يوميا لمدة 3 ايام، دي بتغسل او بتساعد على تغيير حموضة البول من حامضي لقاعدي،
بنستخدم كمان خل التفاح، لأن خل التفاح هو قاعدي، وسط قاعدي، بيساعد على تقليل حموضة الدم وحموضة البول، فبالتالي بيساعد على تقليل فرصة تكوين الحصوات، وممكن يساعد على تفتتها عن طريق تغيير الوسط بتاع البول. بنستخدمه ازاي؟ بنستخدم كوباية مية عليها معلقتين من خل التفاح، وممكن نحليها بالعسل، ونستخدمها برضو 3 مرات يوميا ولمدة 3 أيام. ومن الحاجات الجميلة جدا اللي بتساعد على تنظيف الكلى من الأملاح والسموم هي الشعير أو مشروب الشعير. والمشروب ده بنجيب حبوب الشعير من العطار عادي كده، بنغسلها ونغليها في مية حوالي مدة من 20 لـ30 دقيقة، وبعد كده بنبدأ نشرب منها كذا مرة في اليوم، 3 مرات في اليوم. الشعير يعني حلو جدا، بيغسل الكلى. ممكن نستبدله لو احنا مش حاسين طعمه كويس او مش قادرين نشربه، نستبدله بالشعير المعلب الجاهز، ولكن في الحقيقة بيكون فايدته اقل. كمان بيبقى له ضرر تاني، ان هو نسبة السكريات بيكون فيه عالية، فانا بفضل الشعير الطبيعي. والمغلي الشعير الطبيعي نعتبره دواء، او ممكن نحليه بالسكر، ممكن نزود له حاجات تحلي طعمه يعني عشان نقدر نشربه. كمان مغلي البقدونس يعتبر من مضرات البول، اللي بتساعد على نزول البول بكميات كبيرة، فبالتالي بتساعد على تنظيف الكلى من الأملاح اللي موجودة فيها. فنقدر نعمل مغلي البقدونس ده وناخده كوباية مثلا الصبح على الريق، علشان تنظف الكلى من كل الأملاح والسموم اللي موجودة فيها. مهم جدا ان احنا كمان نروح للدكتور تخصص امراض كلى، علشان نعمل اشعة او تصوير للكلى، علشان نعرف حجم الحصوة ونعرف اماكن تواجدها بالظبط، علشان ده بيساعد جدا في التشخيص وفي العلاج المناسب للحصوة. اما العلاج بقى، فالعلاج بيكون حسب نوع الحصوة، حسب مكان تواجدها، حسب التاريخ المرضي للشخص اللي عنده الحصوة دي. فطبعا اذا كانت الحصوه صغيره، فبيلجأ الطبيب لبعض الادويه اللي بتسبب تفتيت الحصوه دي. ممكن كمان يدي مضرات للبول علشان تساعد الحصوه على النزول. ممكن كمان ما يديش اي ادويه، ينصح بس المريض ان هو يشرب ميه بكميات كبيره زي ما قلنا، من 2 لـ3 لتر. يشرب كمان المشروبات الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها، منقوع الشعير، البقدونس، خل التفاح، الليمون، والحاجات دي كلها. يقلل من الاكلات اللي ممكن تسبب زياده ترسيب الاملاح على الحصوه، وبالتالي يقلل من حجم الحصوه، من ما نسمحلهاش انها تكبر في الحجم. اما بقى الحصوات اللي حجمها كبير واللي ما ينفعش تنزل في الحالب او مع البول، والحصوات اللي موجوده في اماكن حساسه، او حتى الحصوات اللي سببت اصابه او عدوى نتيجه لحدوث اتلافات داخل الكلى، فالحصوات دي ما ينفعش نستخدم معاها العلاجات الطبيعيه العاديه، وما ينفعش نستخدم معاها المشروبات العاديه. لازم يتم عمليه جراحيه علشان تفتيت الحصوه دي، وتقدر تنزل بكل سهوله من غير ما تضر المريض. لان الحصوه لو حجمها كبير وقعدنا نديلها مضرات للبول، ممكن وهي نازله تعمل مشاكل اكبر من مشاكل وجودها اصلا، ان هي ممكن تسبب جروح زي ما قلنا، ممكن تعمل التهابات نتيجه الجروح دي، يحصل لها انفكشن او يحصل لها عدوى، فتعمل التهابات جوه الكلى لا قدر الله، او في اماكن تواجدها. ممكن كمان الطبيب بيستخدم الالترا ساوند او الموجات الصوتيه، عن طريق انه بيوجه موجات قويه شويه او ذبذبات قويه على مكان الحصوه، وبالتالي بيساعد على تفتتها. ممكن المريض يحس بالام متوسطه، فيديله الطبيب مسكن او مخدر بسيط كده علشان ما يحسش بالالام دي. ممكن الجلسة دي تستمر حوالي ساعة. بعد الجلسة ممكن المريض يحس ببعض الآلام نتيجة نزول الحصوات دي أو أجزاء الحصوة مع البول، وممكن كمان يوجد أو يشوف يعني دم في البول بسبب الحصوة أو أجزائها وهي بتنزل. طبعا العمليه الجراحيه اللي ممكن يلجأ اليها الطبيب في بعض الحالات المعينه، وبيلجأ للجراحه بالمنظار، والجراحه دي بيكون عن طريق فتحه صغيره في الظهر علشان يدخل بيها الى مكان الحصوه، ويتم تفتيت الحصوه دي بالمنظار او يحاول يخرجها بره الجسم. ودي بتبقى اخر اختيار للدكتور، طبعا بيلجأ ليها اذا كانت الحصوه حجمها كبير جدا ما يقدرش يطلعها عن طريق التفتيت او عن طريق الادويه، او كمان موجوده في مكان حساس ممكن تسبب مشاكل كتير للمريض، او لو المريض بيعاني من بعض الامراض فما يقدرش ان هو يديله الادويه اللي بتساعد على التخلص من الحصوات. وطبعا ان كان السبب في تكوين الحصوات هو زياده نسبه الكالسيوم في الدم، واللي السبب الاساسي فيها هو الغده الجرثقيه او زياده نشاط الغده الجرثقيه، فبيلجا الطبيب لازاله الجزء الوارم او الغده نفسها اذا كان فيه، او جزء من الغده اللي سبب
زيادة نشاطها علشان يقلل من النشاط ده، لأن هو لو زال الحصوة هتتكون حصوات تانية، لأنه بالتالي نشاط الغدة مستمر والكالسيوم بيزيد في الدم بشكل أكتر من الطبيعي يعني، فما يقدرش يعالج الحصوة إلا ما يعالج السبب الرئيسي ليها وهي الغدة الجوهرية. في النهاية أتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، ما تنسوش كمان تتابعوا الفيديوهات اللي فاتت، إن شاء الله تكون فيديوهات مفيدة جدا بالنسبة لكم، واستنوا مني فيديوهات جاية كتيرة جدا إن شاء الله. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي، مع السلامة.